بقى بينا كده هو ندخل بقى ونشجع نفسينا، والى هم بلغنا رمضان وندخل كده لكل حبايب قلبي جيجي بتفريزات الفاكهة الجبارة. النهاردة فرزنا مع بعض طريقة عمل الرمان، يلا قبل ما يمشي علشان نحفظه بالطريقة الصحيحة، وكمان الجوافة قبل ما تمشي، وكمان هنحفظ مع بعض طريقة العصير البرتقال بالطريقة الصح 100%، وطريقة كمان عصير جزر بالبرتقال، حاجة كده بجد تفتح النفس وكلها فيتامينات. وادي تفريزات الفراولة حاجة برضو كده وهم، وادي كمان تفريزات الموز، ودي تفريزات مهمة جدا جدا لرمضان، ودي اول تجهيزات رمضان. يا جماعة بالله عليكم التفريزات دي مهمة جدا جدا لان بتوفر علينا وقت ومجهود وفلوس كمان. اتمنى نحط لايك للفيديو كبير وكتير كتير كتير، وسيبولي كومنت كتير يا حبايب قلبي جيجي، ويلا بينا نروح مع بعض نشوف عملنا الحاجات دي ازاي، وايه التكات وايه الاسرار مع جيجي. يلا بينا حبايب قلبي جيجي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرمان انا بغسله تمام وبنشفه. بصوا بنفتح الرمانه ازاي، لازم اوريكم الفتحه دي عشان ما تهدرش معاكم وكمان تبقى سهله عليكم. بسم الله اهو، بصوا كده ما شاء الله احمر جميل ازاي اهو، عشان ده اخر الرمان لازم يبقى احمر قوي كده اهو. بصي شايفه الفتحات اللي عامله دي زي البرتقال، هبتدي ان انا اجي على الفتحه واروح ماشيه كده واروح ماشيه كده وكده وكده، ده برضه عشان ايه العرايس الجداد معانا يعرفوا كل التفاصيل الصغيره. معلش لو بطول معاكم في الفيديو، بس انتوا بتبقوا عارفين ان انا عايزه اقول لكم على كل مجموعه على كل معلومه. بصوا فتحنا كده اهو، باجي هنا اهو بشيل دي تمام بالشكل ده، بفضيها اهي تمام اهي، وبعد كده اهو بروح جايبه الرمانه بتاعتي وبروح قلباها بالشكل ده، وبجيب بقى سكينه تقيله كده اهو، وافضل كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. بصي كل ما بعمل ادق كده اهو، هدق بقى انزل كله كله وارجع لكم تاني، ولو اي حاجه بتنزل بتشيليها كده على طول. بعد ما فصصت خلاص الكميه بتاعتي اهي تمام، هنزل بالرمان كله هنزل بيه على الخلاط تمام، هنزله بالشكل ده من غير ولا نقطه ميه، مش هحط فيه ميه خالص ولا سكر، هروح اضربه في الخلاط عشان ما اعملكوش ازعاج بصوت الخلاط، وارجع لكم تاني عشان نصفيه. الرمان ما ينفعش يتشال بذر، ما يتشالش كده بالبذر، بيطرى وطعمه بيتغير خالص، والبذره من جوه بتنعم وبيبقى طعمه وحش جدا. احنا بناخده مركز وبنشيله في الفريزر، هنشوف مع بعض كل حاجه بعد ما اضربه هصفيه وارجع لكم تاني. العصير بتاعنا اهو بعد ما صفيناه اهو بالشكل ده، اتصفى كده بقى مركز جدا 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 زي ما انتم شايفين، ولونه لاني اصلا الرمان كان بلون حلو قوي تمام. طيب عايزه اقول لكم بقى على معلومه كده حلوه قوي ما ينفعش ان انا ما اقولهاش. لو انت بقى عندك فقر دم او عندك انيميا او عندك نقص في الحديد، هقول لك على كوكتيل حلو جدا جدا كمان علشان الناس اللي بتعاني من الانيميا وبتعاني من الضعف العام في رمضان، كمان تعمل ميكس حلو جدا. هتحط شوية من الرمان عليهم شوية من الفراولة تمام، هيبقى عندك حافظة الرمان وحافظة الفراولة، وكمان هتحفظي البنجر تمام، وتاخدي التلاتة البنجر بناخده مسلوق ماشي، هناخد واحدة ونقشرها ونحطها ونقطعها أربعة ونحطها جوه الخلاط، ونحط معاها شوية من عصير الرمان وعليهم كمان شوية من الفراولة ونضربهم كويس جدا. عايزة أقول لكم رهيب رهيب رهيب، وكمان مغذي جدا وبيزود الدم وكل حاجه، يعني عن تجربه بيرفع الانيميا في اسبوع. تعالوا بقى عايزه اقول لكم على حاجه، اولا انا جبت كوبايه علشان هقول لكم معيار الكوبايه المليانه بالشكل ده تمام، ما بنحطش سكر ما بنحطش اي اضافات تاني، معيار الكوبايه المليانه بياخد لتر من الميه تمام، هنحط على ده لتر من الميه، يعني انت تبقي عارفه ان الكوبايه هتزوديها لتر من الميه وتحطي السكر بتاعك انت تمام. لو هتعملي 2 لتر يبقى هنحط كوبايتين. الاكياس دي اسمها اكياس سوستة، دي بقى انا بحبها جدا في التفريزات علشان ما بتطلعش اي ريحة ولا بتغير طعم الحاجة، وقوية جدا وبتستحمل في الفريزر كمان تمام. هخلص كده انا الرمان ونخش على حاجة تاني.
هنشوف كده هنعمل مع بعض العصير بتاع البرتقال. تمام، انا طبعا عصره اهو لتر اهو كامل من العصير الفريش خالص ده، برتقال بلدي ماشي. لو ما عندكش عصاره، بصي على اي كده كوبايه ويتعصر وتصفيه. تمام، على اي كوبايه تعصري وتصفيه، مفيش مشكله خالص. تمام، فانا حبيت بس اوريكم فكره الكوبايه دي. بتجيبي الكوبايه من تحت كده، القعر بتاعها كده، القاع بتاعها كده اهو يكون صغير، وتفضلي كده تلفي تلفي وتعصري شويه برتقال حلوين جدا. تمام، كمان هوريكم ازاي هنعمل العصير اللي هو بتاع الجزر. انا عندي عصاره هوريكم ازاي بعملها فيها، بس الناس اللي ما عندهاش عصاره هقول لك تعملي ايه. هتجيبي الجزر بتاعك هتقطعيه، تمام، طبعا هتقشريه الاول، هتغسليه وطبعا هتقشريه وبعد كده تقطعيه، وبعد كده تحطيه في حله وعليه شويه ميه صغيرين جدا، وتوطي النار وتسلقيه، وبعد ما تسلقيه هتضربيه في الخلاط. تمام، وهتشتغلي بيه زي ما انا هوريكي دلوقتي. تعالوا نشوف بقى بعد الجزر هنعمل ايه. بينزل من غير ما يتسلق، بينزل بيور. تمام، من غير سكر، من غير سليق، من غير اي حاجة كده. الفوائد بتاعته سك خالص. تمام، تقدري تعمليه اكياس وتشيليه في الفريزر لمدة طويلة. تقدري تعمليه كمان على الايه، تقدري ان انت تحطيه على البرتقال زي ما قلت. عصير البرتقال بالجزر ده حاجه مغذيه جدا ومليانه فيتامينات. دي عصاره للفاكهه، تمام، عصاره فاكهه وخضار برده، تنفع خضار وفاكهه. تمام، العصاره دي عصاره خضار وفاكهه، بتنزل حاجه فريش خالص. تقدري تعملي فيها بطاطا، تعملي فيها قرع، تعملي فيها اي حاجه. تمام، هخلص بقى الكميه ونوريكم احنا عملنا ايه بعد ما عملنا الجزر اهو. تمام، وادي عصير البرتقال الفريش من غير ميه ومن غير اي حاجه. طبعا الاكياس اللي هي محكمه الغلق، اللي هي الاكياس السوسته دي، تمام، هتلاقيها عند اي حد بيبيع اكياس واطباق فايض. تمام، بصي بقى يا ستي، بالنسبه ان احنا هنشيل العصير البرتقال الفريش، بندلق كده اهو شويه. تمام، اهو بالشكل ده. تمام، ده احنا كده بمقدار نص لتر. تمام، ده كده نص، يعني كوبايتين كبار. ماشي، الكوبايتين كبار دول احط عليهم لتر من الميه. تمام، احنا طبعا بقى مش عايزين بقى نعمل عصاير فيها الوان وفيها مكسبات طعم ومواد حافظه والاكياس، خلينا كده في الطبيعي. الفاكهه يا جماعه بتتخزن لمده طويله، مش بتتخزن شهر ولا اتنين ولا تلاته، تقعد معاكي لمده 8 شهور زي الفل خالص، ما فيهاش اي مشكله. وفي فاكهه بتقعد من السنه للسنه، فما تقلقيش خالص. اهم حاجه ما نحط السكر، السكر بيضيع الفايده. تاني حاجه ما نحطش اي اضافات ولا ميه ولا اي حاجه، يفضل خام كده اهو. دول زي ما قلت نص لتر، اللي هم كوبايتين كبار عليهم لتر من الميه، وعليهم السكر اللي انت تحبيه. لو عايزه تشربيه كده سك طبعا يكون افضل وافضل. تمام، انما لو انت عايزه كميه كبيره مفيش مشكلة. طيب، لو انا بقى عايزة اشيل عصير البرتقال بالجزر، هاخد الجزر، تمام، اهو، وهحطه على البرتقال بالشكل ده. تمام، حطينا قد ايه؟ احنا كده كان نص لتر، حطينا عليه نص لتر تاني. تمام، بقى عندي قد ايه؟ بقى عندي لتر كامل من الميكس كده المظبوط، النص والنص، عشان ما تبقاش فيه حاجه طاغيه على حاجه. تمام، وهعملهم برضو على اكياس. لو انت عايزه تشربيه كده فريش، يعني تشربيه من سك كده، تفرزيه وتطلعيه سك كده، تمام، هتطلعيه وهو هيبقى متجمد، هتحطيه في الدورق بتاعك. تمام، وهتسيبيه لحد لما يفك وتشربيه بألف هنا وشفا. حاجه كده مغذيه وحاجه كده قيمه غذائيه عاليه جدا، ده عصير الايه الجزر. لو عايزه تفرزي الجزر بس مفيش مشكله، لو عايزه تفرزي الجزر بالبرتقال بيكون احلى كمان، وكمان الفوائد بتاعته بتكون اعلى. تمام، انا هعمله اهو على ايه، على كيسين اهو زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نفرز حاجه تاني.
هنفرز مع بعض الجوافة قبل ما تمشي، لان هي مليانة فيتامينات وما بتبقاش موجودة في الصيف. تمام، هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نشيل كده، حتى لو لقيت الجوافة ناشفة برضو معسلة. تمام، هشيل الجزء ده والجزء ده، واي بقى حتة كده مش عجباني، حاسة ان لونها مش عاجبني، هبتدي ان انا ايه اقشطها كده بالشكل ده. تمام، اي حته كده في القشره مش عاجباني، بس مش بقشر كله علشان القشر ده مليان فيتامينات، ومش بشيل البذر، البذر ما بيتشالش لان كله فيتامينات وطعمه معسل جدا. طيب بتعملي ايه يا جيجي؟ بصي انا بقطعها كمان اربعه بالشكل ده. بتعملي ايه؟ بجيبها كده اهو هي متجمده، وبعدين طبعا انا بعد ما غسلتها نشفتها عشان ما يبقاش فيها ميه خالص. بروح جايباها واروح عامله ايه؟ اهو بصوا، بروح جايباها وهي متجمده، واروح داخله على الفريزر بتاعي، على الخلاط بتاعي، مش عارفه النهارده مهيسه معاكم ليه. اروح جايه على برضو الفريزر اروح جايه على الخلاط بتاعي، واروح ضاربه وحاطه الميه والسكر، او لو عايزه تحطي حليب اللي هو اللبن حطي، مفيش مشكله خالص، وتحطي شويه برضو ميه عشان تبقى حلوه كده. وتروحي مصفياها بقى تصفيه حلوه وتقدميها. طيب احنا دي بس بنضيف عليها حاجه، بضيف عليها شويه صغيرين من ملح الليمون. ليه بقى بضيف عليها ملح الليمون؟ ماده حافظه، هيحافظ لي على الطعم، وكمان بيخلي لونها ابيض قوي قوي قوي. رشه بسيطه جدا من ملح الليمون. في ناس بتقول لي ان ملح الليمون غلط يا جيجي وما ينفعش والكلام ده كله. يا جماعه ملح الليمون اولا درجات، في بتاع الماده الحافظه وفي بتاع التنظيف، ده حاجه وده حاجه تانيه خالص. دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا بنحط حاجه بسيطه جدا جدا لا تذكر، يعني حاجه بسيطه قوي قوي قوي. لو عايزه تعصري ليمونه اعصري، مش عايزه تحطي ملح الليمون وعايزه تعصري ليمونه اعصري، بس انا بحس ان الليمونه بتمرر في الفريزر مش اكتر ولا اقل. تمام، هنعمل اكياس وهنشيلها من غير اي اضافات. تمام، وزي ما قلت كده بنقدمها ازاي؟ ما بتطلع متجمده، بنضربها في الخلاط ونحط معاها الميه، او لو بتحب الحليب يبقى ميه مع حليب، وتحطي السكر وتصفيها كويس جدا، وبعد كده بتقدميها وبالف هنا وشفاء. هعبيها في اكياس وارجع لكم. الفراولة، وده بقى اهم تفريز. طيب تفريز الفراولة بنفرزها ازاي؟ اول حاجة بنغسلها كويس جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم بتبقى مليانة رمل، مليانة، يعني بنقعها ساعتين تلاتة واغسلها وانقعها تاني واغسلها. بصي هي متعبة في غسلها لان بيبقى فيها كمية رمل كبيرة. تمام، انا بقى بعمل ايه؟ بصوا بشيل العنقود كده اهو بتاعي بالشكل ده. تمام، ما بعملهاش بالسكينة قوي عشان ما تنزلش المية بتاعتها اهو بالشكل ده. تمام، وبعد كده بعمل ايه؟ بجيب مناديل كده اهو، او فوطه عندك نظيفه، وببتدي ان انا انشفها. لازم جدا تتنشف. ليه؟ علشان تجيبيها عشان لما تطلعيها من الفريزر يبقى زي اللي انت جايباها من السوبر ماركت بالظبط. ايه بقى؟ لما باجي اشتري الفراوله من السوبر ماركت ما بتبقاش لازقه في بعض عشان متنشفه، متنشفه كويس جدا. برده هجيب الاكياس دي وهبتدي انشف واحده واحده واحطها جوه الكيس. لازم التنشيف، التنشيف زي ما قلت مهم جدا علشان ما يخليهاش تلزق في بعض، دي مهمه جدا. وبرده في مرحله التنشيف لو في اي شوائب، اي حاجه مش عاجباكي بتتشال بالشكل ده، بس هي كده كده الرمله اتشالت. تمام، هخلص انا بقى الكميه وارجع لكم تاني. ما بنحطش لا سكر ولا بنقطع ولا بنعمل اي حاجه، بناخدها كده وهي مجمده وبتشخلل، وبنروح حاطينها جوه الخلاط ونحط عليها السكر والميه مش اكتر ولا اقل، مفيش اسهل من كده. بس هي لازم تتغسل كويس، وكمان ما تقشطهاش بالسكينه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها وتفقد الفيتامينات اللي جواها، ولازم تتنشف كويس جدا. تمام، هخلص وارجع لكم تاني. بقى نشوف مع بعض تفريز الموز، وتفريز مهم جدا لان ناس كتير بيسود معاها الموز وكمان ما بتعرفش تحفظه في الفريزر خالص. ساعات كتير بنجيب الموز وبيبوظ، وبتبقي عايزه تعملي كوبايه عصير موز باللبن كده حلوه مغذيه، وما بيبقاش عندك موز، وبتبقي شيلي الموز غلط. طيب نشيله ازاي صح؟ اول حاجه ما تشيليش الموزه المهريه المستويه اللي كلها بقع سودا او كلها نقط. تمام، لازم تكون الموزه ناشفه كده. تمام، بالشكل ده، دي اول حاجه عشان ما تسوديش معاكي بسرعه. ماشي، تاني حاجة بقى ودي المهمة قوي قوي، ان ما ينفعش ان احنا نشيل موزة، ما ينفعش تشيلي موزة تكوني قطعها كده، دي كده غلط،
دي كده هتبوظ معاكي في الفريزر مهما قعدت. طيب ايه الطريقه الصحيحه؟ بصوا كده، خدوا بالكم معايا، شايفين من اول هنا اهو، انا عايزه اقطع الموز بالصاج بتاعه، شايفين انا عامله ايه بالشكل ده، هقطع كل موزايه لوحديها كده اهو بالصاج بتاعها، مش عايزه حته فيها مكشوفه، انتوا واخدين بالكم معايا، مش عايزه حته مكشوفه زي كده، فاهمين؟ بصوا مقفوله ازاي بالشكل ده كده اهو. طيب وبعد كده هنعمل ايه؟ هوريكم هنعمل ايه. بصوا اهو كده خلاص، تمام. مهم قوي ان الموزه اللي هتتشال تتشال بالشكل ده. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب ورق فويل اهو، او الورق اللي هو او الاكياس الاسترتش، يا ده يا ده، وهاجي كده من فوق واروح قافله تاني كده اهو، عشان اتاكد ان الكمان ده مش هيسود خالص في الفريزر ويفضل بنفس اللون بتاعه. بس ما تجيبليش موز اخضر وتشيليه في الفريزر، لا ده مستوي وحلو بس لسه ما بقعش، تمام. بصوا الموزه اهي، شايفين مستويه مش ناشفه، فيها ميه اهي، الموزه فيها ميه، شايفين مش ناشفه، ما ينفعش تشيلي موز اخضر، هيفضل اخضر وهيمرر وهيبقى وحش. هنجيب بقى الاكياس بتاعت اللي هي محكمة الغلق دي، تمام. لو ما عندكيش اكياس عاديه بالنسبه للموز عادي مش هيغير طعمه ولا حاجه، لان احنا حافظينه كويس، تمام. هبتدي ان انا ارصهم كده اهو، وهاجي اروح فاتحه واروح واخده موزه او اتنين وهما متجمدين، وهي متجمده كده اروح فاتحاها كده اهو بسرعه بسرعه، وهي متجمده اروح فاتحاها بسرعه بسرعه، واروح حطها في الخلاط وعليها شويه اللبن وعليها السكر او العسل الابيض، واضربها بسرعه بسرعه، وتبقى جاهزه معاكي بالف هنا. لو هتقعديها شويه يعني قدامك ربع ساعه ولا نص ساعه على الفطار مثلا، وعايزه تحفظي لونها، عصرة ليمونة صغيرة وهي بتضرب في الخلاط، هتفضل فاتحة معاكي وزي الفل، تمام. هخلص انا بقى دول كده اهو، وكمان ارجع لكم بقى عشان اوريكم خلصت كده وشكل الحاجة بيبقى عامل ازاي، شكلها بجد يفتح النفس جدا. شوفوا معايا، بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم تحطوا لايك كتير للفيديو، لان خسارة حاجات كتير ما بنعرف، الناس كتير ما بتعرفش تحفظها، فدي الطريقة الصحيحة لحفظ الحاجة، بتابعها بقالي سنين طويلة والحمد لله الحاجة كلها بتفضل كمان محتفظة بالقيمة الغذائية بتاعتها. فأتمنى أتمنى إن انتوا تحطوا فعلا لايك كتير للفيديو. يلا بقى أخلص وارجع لكم تاني. دي شكل التفريزات اهو، ما شاء الله، الله اكبر، حاجه كده تفتح النفس بجد، حاجه كده بجد تشرفك، حاجه كده مضمونه جدا. بصوا يا جماعه، ادي عصير الرمان اهو، ما شاء الله، حاجه كده وهم خام جدا، وادي عصير البرتقال، وادي عصير الجزر بالبرتقال، حاجه كده مغذيه جدا، كلها عناصر طبيعيه. وادي تفريز الموز بالطريقه الصحيحه، ودي الطريقه بتاعت الفراوله المضمونه مليون الميه، ودي طريقة الجوافة. بجد بجد الفيديو يستحق منكم لايك وشير كتير كتير لجيجي، وان شاء الله بإذن الله بإذن الله اشوفكم في ابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، واللهم بلغنا رمضان. ودي كده اول تفريزات رمضان لحبايب قلبي جيجي، ولسه هنعمل كمان تفريزات الخضار المهمة جدا زي القلقاس والبسلة والسبانخ، حاجات كده بقى، والفاصوليا كمان، هنعمل شوية تفريزات حلوة جدا جدا. كل اللي مشتاق لجيجي بقى والحماس جيجي في المطبخ يحط لي بقى لايك كتير وتعليق حلو، مستنيه تعليقاتكم الجميله، واشوفكم بقى ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، وباي باي حبايب قلبي جيجي.